روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم، فإنها سورة الحسين عليه السلام، من قرأها كان معه في درجته من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء، بلا روية أجالها، ولا تجربة استفادها، ولا حركة أحدثها، ولا همامة نفس اضطرب فيها، أحال الأشياء لأوقاتها ولأم بين مختلفاتها. وصلى الله على آله دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته. عقلوا الدين عقل وقاية ورعاية، لا عقل سماع ورواية، هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، ورحمة الله وبركاته. أصحاب السماحة والفضيلة، سادة الأكارم، أساتذة الفضلاء، إخوة الأحبة، أخوات الكريمات، الحاضرون جميعا، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. يقول الدكتور عبد المتعالي الصعيدي: ولم يخطئ الإمام الحسين عليه السلام حينما أزمع الهجرة إلى العراق، لأنه المركز الصالح لقيام حكم عام يجمع أمر المسلمين، وقد حققت الأيام هذا التخطيط الذي قام به عليه السلام. انتهى. فالعراق هو مخ التشيع ومضارع النهضة الحسينية وموطن العلويين، وقد مهد العراقيون الطريق للحسين للنهوض وإقامة الحكم، ولم تكن ثورات العراقيين عشوائية، بل كانت تحت قادة ثقات وعلماء. والعراق هو تربة أهل البيت الخصبة التي تأخذ ما يلقون فيها وتعادي ما يعادون، فمنهم صلب الإيمان، ومنهم نافذ البصيرة، ومنهم الإقرار والإذعان والطاعة المفترضة لأئمتهم. فقد قال عنهم الإمام علي عليه السلام: الكوفة كنز الإيمان وجمجمة الإسلام، وسيف الله ورمحه يضعه حيث يشاء، وأيم الله لينصرن الله بأهلها في مشارق الأرض ومغاربها كما انتصر بالحجاز.
وقد خاض العراق أعنف المعارك وأشدها ضراوة من أجل أهل البيت عليهم السلام. ولأن التاريخ قد يشارك في كتابته المغرضون والحساد والمرجفون، برزت ضرورة توثيقه بأقلام الإنصاف والحياد والحقيقة، وتحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة أسبوع الإمامة الدولي الثاني، وبالتعاون مع جامعة العميد مؤتمر الإمام الحسين الدولي الثاني، ليأتي هذا المؤتمر تأكيداً على إيمانها بأهمية دور الإمامة في حفظ الدين ونشر مبادئه السامية، ولتجسد حرصنا على تعميق فهمنا لسيرة أئمتنا العظام، ولتشكل منبراً للحوار الفكري والثقافي ونقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للأمة الإسلامية. أثر عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: من قرأ آية من كتاب الله عز وجل في صلاته قائما يكتب له بكل حرف 100 حسنة، فإذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكل حرف 10 حسنات، وإن استمع القرآن كتب الله له بكل حرف 1 حسنة. يرتقي منصة التلاوة قارئ العتبتين المقدستين القارئ حيدر البزوني، فاستقبلوه محيا بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين تقين إماما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها
وسلاما خالدين فيها. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صلي وزد وبارك. وأخت تشق عليك الجيوب، وأخت تشق عليك الجيوب فيغرز في صدرها معصم، تناشد عنك بريق النجوم لعلك من بينها تنجم. ليشمخ بفقدك أنف البلاد، وأنف العدو هو المرغم. نقف ترحما لقراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق، شهداء فتوى الجهاد الكفائي المباركة. وفي الوقفة ذاتها نستمع إلى نشيد لحن الإباء. الفضل يا فارس لا يلي تذل المنايا ولا تشتكي. أبا الفضل يا فارس لا يلي تذل المنايا ولا تشتكي. فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء. فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء. وقد كنت جيش الفدا للحسين، وقد كنت جيش الفدا للحسين. شكراً لكم.
تقحمت صدري وريب الشكوك، تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع، وران سحاب صفيق الحجاب علي من القلق المفزع، وهبت رياح من الطيبات والطيبين ولم يقشع، إذا ما تزحزح عن موضع تأبى وعاد إلى موضعي، وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي، إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبع، فأسلم طوعا إليك القياد وأعطاك إذعانة المهطع، فنورت مظلم من فكرتي وقومت معوج من أضلعي، وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي، بأن الإباء وحي السماء وفيض النبوة من منبعي تجمع في جوهر خالص تنزه عن عرض المطمع. والآن مع بحث الافتتاح الموسوم بالآثار التربوية للمظلومية على الفرد والمجتمع، مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، انموذجا لفضيلة السيد الأستاذ دكتور نذير يحيى الحسيني. وقبل ذلك ندعو الآن اللجنة ورئيس اللجنة الأستاذ الدكتور عادل نذير، فلنستقبله محفوا بذكر محمد وآل محمد وكذلك مقرر الجلسة الأستاذ المساعد الدكتور حسنين عدنان الموسوي، فأهلا نحف بذكر محمد وآل محمد أيضا. وأستاذ الدكتور الباحث الأستاذ الدكتور نذير يحيى الحسيني، نستقبله بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، والسلام على قمر العشيرة وحامل اللواء وسيد الماء أبي الفضل العباس، عالي الجناب السيد مصطفى ضياء الدين الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة، السيد نائب الأمين العام، السادة أعضاء مجلس إدارة العتبة العباسية المطهرة، الضيوف الأكارم، الشخصيات المحترمة كل بحسب مقامه وصفته، الأخوات الفضليات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على بركة الله تبدأ هذه الجلسة البحثية التي أعمل فيها نخبة من الباحثين أقلامهم وعقولهم في سيرة الإمام الحسين، مستقصين بذلك مجموعة من الآثار والدروس والعبر التي نتحراها ونتمثلها ونتوسمها سلوكا وعرفانا وتوجها وتوثيقا لهويتنا الإسلامية الأصيلة. وثيمة هذه الجلسة البحثية تدور في مجموعة من الكلمات الافتتاحية
وهي آثار المظلومية والتغيير والهوية والمعرفة، فضلا عن المسكوكة القرآنية ومقاربتها تداوليا مع ما جاء عن الإمام الحسين عليه السلام. وأقول إن البحث في قضية الإمام الحسين وفي مسيرته ونهضته بحث لا تنتهي قضاياه ولا تنتهي نوادره، ونحن نحتاج للبحث فيه وإجالة النظر فيه على وفق المراحل الفكرية والحضارية التي تمر بهذه الأمة. ولذلك مائدة آثار أهل البيت مفتوحة للباحثين، ولعل مائدة الإمام الحسين هي المائدة الأكبر والأكثر أهمية التي ينظر لها عبر العصور نظرة تختلف عن ما جاء في منظومتنا الإسلامية ولا سيما المنظومة الشيعية. ولا بد من الاتفاق أولا على أن ثمة وقت للأخوة وهم يتلون على مسامعنا ملخصات بحوثهم، إن شاء الله نتوافق على وقت يعني يرضي الأخوة الباحثين ويرضي الجمهور، وتكون المداخلات في نهاية إن شاء الله الجلسة هذه البحثية. وعلى بركة الله نبدأ من جناب السيد الأستاذ الدكتور نذير الحسني، ولا بد من أن نضع بين يديه جزءا من السيرة الذاتية لشخصه المبارك يقدمها جناب الأستاذ المساعد الدكتور حسنين الموسوي، فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور جميعا، مع حفظ الألقاب والمقامات والرتب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الأستاذ الدكتور نذير يحيى الحسني، نبذة مختصرة، رئيس الهيئة العلمية في جامعة آل البيت عليهم السلام سابقا، رئيس قسم التفسير المقارن في كلية العلوم والمعارف الإسلامية حاليا، لديه عددا من الكتب المطبوعة منها دفاع عن التشيع، المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق، فلسفة التربية في الإسلام، نظرية العرف بين الشريعة والقانون، الدولة العالمية الموعودة وأثرها في التمدن البشري. له مشاركات في مؤتمرات عديدة في العراق وإيران وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول. له أكثر من 32 بحثا مطبوعا ومنشورا في مجلات علمية محكمة داخلية وخارجية. ناقش وأشرف على العديد من بحوث التخرج ورسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه. فليتفضل جناب السيد مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الأمانة العامة للعتبة العباسية المباركة بشخص المتولي الشرعي لهذه الأمانة سماحة السيد أحمد الصافي شفاه الله وعافاه، نائب الأمين العام والأمين العام، الأخوة الحضور جميعا والأخوات بكل المراتب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعتقد كل بحث يجب أن ينطلق من مشكلة، مشكلة يجب أن تكون مشكلة معاصرة لغرض أن يحاكي ما يدار في أوساطنا العلمية والاجتماعية.
هذا البحث يريد أن يصحح ثقافة، هذا هو الهدف الأساس الذي دعاني أن أوجد هذا البحث، أن يصحح ثقافة يراد لها الانتشار. وكتب لهذه الثقافة، هذا مركز ثقل البحث، كتب لهذه الثقافة بحوث ورسائل ماجستير وأطروحات دكتوراه. هذه الثقافة تقول بأن مدرسة أهل البيت وجودها ومبادئها وقيمها وأصلها وأصولها نتيجة للمظلومية التي حلت برجالات هذه المدرسة، ابتداء من أمير المؤمنين سلام الله عليه وصولا إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا البحث في الحقيقة هو للوقوف بوجه هذه الثقافة. أنا فقط أستعرض عناوين رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه وأترفع عن ذكر الأسماء التي كتبت هذه البحوث، فقط أذكر أسماء البحوث والعناوين وأماكن تواجدها. البحث الأول الذي أراد أن يؤصل لهذه القضية بعنوان التربية العقدية على المظلومية عند الشيعة، هذا البحث وعفوا هذه الرسالة كتبت في جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية. وأقتطف عبارة واحدة من كل بحث، يقول هذا البحث: من العقائد الأساسية في الفكر الشيعي الاثنى عشري عقيدة المظلومية، ويعنون بها أن آل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا دقيق في النقل لا أقول صلى الله عليه وسلم، هم يقولون قد وقع عليهم ظلم من خصومهم أهل السنة. لا، لم يقع ظلم على مدرسة أهل البيت من أهل السنة. أهل السنة المرجع الكبير آية الله العظمى سيد السيستاني يسميهم أخوان أهل السنة. وقع علينا ظلم وعلى هذه المدرسة ظلم من الناصبيين، ليس من أهل السنة. فهذه ثقافة يراد لها أن تشاع. البحث الآخر: فلسفة المظلومية في الفكر الشيعي الاثنى عشري، هذا أيضا أطروحة الدكتوراه كتبت في جامعة عين الشمس. أنا أخذت من كل جامعة بحث لنشر هذه الثقافة في جامعة عين الشمس. هذا البحث أيضا أخذ مقطع صغير، يقول فلسفة المظلومية فلسفة أوجدتها المخيلة الشيعية الاثنى عشرية وأسست لها. نحن لم نوجد هذه المظلومية. على العموم بحوث أخرى كثيرا، بحث أيضا بعنوان رسالة اسمه انهيار مفهوم المظلومية، بحث آخر اسمه إعادة إنتاج المظلومية في الخطاب السياسي الشيعي، بحث آخر اسمه استهداف الشيعة وكذبة المظلومية. إذن توجد ثقافة يراد نشرها في الأوساط العلمية بين الطالبات بين الطلاب في الجامعات في الأماكن العلمية. تقول هذه الثقافة أن هذه المدرسة لا أصول لها ووجدت بسبب المظلومين. هذه هي الثقافة التي يراد نشرها، وهذا هو الدافع الأساسي الذي دعاني أن أكتب هذا البحث بعنوان الآثار التربوية للمظلومية، مظلومية الإمام الحسين عليه السلام نموذجا. طبعا جذور هذه الثقافة هي جذور استشراقية. إذا نرجع إلى المستشرقين تجد هذه الثقافة في جذورها الاستشراقية بشكل واضح جدا. مثلا بعض المستشرقين كلمة، أو حتى لا أخذ الوقت، كلمة واحدة لبعض المستشرقين يقول أن ويصف أن مدرسة أهل البيت يصفها بأنها حزب سياسي، أو يعني توجه سياسي أريد لهذا الحزب أن ينتشر. في المستشرق بروكلمان يصف مدرسة أهل البيت، يقول هذا حزب علي يسميه،
انتشر وشاع بسبب المظلومية لا وجود له يعني في الأصول، في الأصول القرآنية، في الأصول الروائية، سواء كانت الروائية عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل حتى كما يصطلح عندهم في الآثار وفي المرويات أثار الصحابة وما شابه ذلك، لا وجود لهذا. فإذا هذا البحث انطلق للجواب على هذه القضية. البحث يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، أن المظلومية لم توجدها المخيلة الشيعية، هذا واحد. المظلومية لم تؤسس لمدرسة أهل البيت، هذا اثنين. المظلومية لا علاقة لها بهذه المدرسة من ناحية الإيجاد، هذا ثلاثة. نعم، المظلومية لها أثر كبير على انتشار هذه المدرسة وانتشار هذه الأفكار، وكانت مظلومية الإمام الحسين عليه السلام هي مسألة هذا البحث. وطرحت في هذا البحث مجموعة من الآثار المرتبطة بالمظلومية، سواء كانت هذه الآثار اجتماعية، آثار عقائدية، آثار عاطفية، آثار سلوكية، وآثار متعددة ذكرت في هذا البحث. كثير ما نسمع نحن تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. لا أريد أنسب الكلمة أو الشعار إلى أحد، لأن في كلام انتساب هذا الشعار إلى فلان شخصية أو فلان شخصية، ولكن هناك كثير من الكلمات، كثير من المفردات، كثير من الوثائق تؤصل إلى أن المظلومية ساهمت بشكل كبير في انتشار أفكار مدرسة أهل البيت، لا في إيجاد أفكار هذه المدرسة. خلاصة البحث هو هذا، لا أريد أن أطيل عليكم حتى أحافظ على الوقت. شكرا لكم. شكرا جزيلا لجناب الأستاذ الدكتور السيد نذير الحسني، والذي وفر كثيرا من الوقت المتاح له، جزاه الله خير الجزاء. والآن احنا اتفقنا على ان يكون الصوت ما يوصل، اتفقنا على انه المداخلات بعد بس لأنه جناب السيد وفر شيئا من الوقت، لا بأس من إذا كانت هناك ثمة مداخلة بما يتعلق بخصوص البحث، بحث جناب السيد. فإذا كان هناك من لديه سؤال يتعلق ببحث السيد نذير الحسني فيتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدكتور الباحث، جزيت خيرا على بيان لب البحث ومركز الثقل في البحث. سؤالي هو، ما هو طبيعة البحث؟ هل هو طبيعة تاريخية، تريد أن تثبت ذلك تاريخيا أو بطريق آخر؟ شكرا. شكرا جزيلا. طبيعة البحث هو التأسيس لآثار المظلومية قرآنيا روائيا، ومحاولة استنطاق هذه الآثار اجتماعيا على المستوى العاطفي، السلوكي، العقدي، الديني، الغيبي، بمختلف الاتجاهات. كان هذا البحث محاولة لاستنطاق هذه المظلومية وأثرها في هذه المفردات اللي ذكرتها، وإلا كان هو تأسيسي، لأنه يوجد في البحث فصل التأسيس القرآني لاستثمار حدث المظلومية والتأسيس الروائي لاستثمار حدث المظلومية. وتوجد طريقة بالتربية، لعل المتخصصين في الجانب التربوي، طريقة بالتربية تسمى طريقة التربية بالأحداث. تربية بالأحداث، هناك حدث، بس هذا الحدث إما أن يكون مصنوعاً أو أن يكون حدث كوني، زلازل تحدث أو حدث مصنوع. القرآن استثمر كثير من الأحداث لإلقاء الدروس التربوية على المسلمين،
حدث الهزيمة، حدث النصر، حدث الغنى، حدث الفقر، حدث الصحة، حدث المرض. هناك أحداث كثيرة تمر بالإنسان، هذه الأحداث لها آثار تربوية. القرآن في كثير من آياته استثمر هذه الأحداث لإلقاء الدروس التربوية، فكان في هذا البحث تأسيس قرآني لاستثمار المظلومية وتأسيس روائي لاستثمار المظلومية، فهو بحث تأسيسي أكثر ما هو بحث ثقافي. أحسنتم جلالة السيد. إذا كان هناك ثم سؤال آخر، شكرا جزيلا جلالة السيد، الله يحفظك. فلسفة التغيير والإصلاح في فكر الإمام الحسين، كلمة أو بحث لجناب الأستاذ الدكتور طلال خليفة سلمان، فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. ولا بد من التعريف بجناب الدكتور. تفضل. الأستاذ الدكتور طلال خليفة سلمان أحمد العبيدي، تدريسي في قسم اللغة العربية كلية التربية للبنات جامعة بغداد، الشهادات العلمية الأكاديمية والمؤهلات، له من الأنشطة العلمية والثقافية أذكر منها عضوية بعض الروابط والاتحادات واللجان المركزية والفرعية وهيئات التحرير والمؤتمرات الدولية والمحلية، أشرف على 33 بحثا للتخرج، أشرف على 9 رسائل ماجستير و7 أطاريح للدكتوراه، ناقش 55 رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه، قوم 80 بحثا علميا للمجلات العلمية والمحكمة والترقيات العلمية والمؤتمرات، ألف عددا من الكتب، نال عددا من الجوائز والتكريمات في عدد من المسابقات، فضلا عن نشاطاته الإعلامية حيث عد وقدم الكثير من البرامج الدينية والثقافية في عدد من الفضائيات والإذاعات. تفضل جناب دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور الكريم مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة البحث نبعت من ضرورة أن نسعى إلى اكتشاف المنظومة التغييرية والإصلاحية التي انتهجها إمامنا الحسين عليه السلام، لكي تشكل دروسا لنا جميعا وتشكل دروسا مهمة وتربوية وأخلاقية وقيمية إلى شبابنا وبناتنا، ولا سيما نحن نعيش فترة التغريب والتشكيك والعبثية وتأثيرات فلسفة ما بعد الحداثة في شبابنا وفي بناتنا وفي مجتمعاتنا. انقسم البحث على عدة أقسام. القسم الأول هو المقدمة، بينت فيه أسباب نهضة الإمام الحسين وأهدافها التي يريد تحقيقها، ثم ذكرت المرتكزات التي اعتمد عليه الإمام الحسين في نهضته المباركة. في الجانب النظري بينت أن نهضة من هذا النوع وبهذه الأهداف وبهذه الاستراتيجيات بحاجة إلى قائد ومصلح رسالي كبير ينتمي إلى مدرسة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، لكي يقف بوجه هذا الظلم والانحراف الذي أراده الأمويون للأمة الإسلامية. وفي الجانب التطبيقي وقفت على بعض من كلمات الإمام الحسين ورسائله وخطبه لكي نستكنه آليات التغيير والإصلاح عند الإمام الحسين عليه السلام.
واحد من أهم النصوص المؤسسة. سوف أتناول النصوص لا على وفق تسلسلها التاريخي بل على وفق أهميتها. النص الأول الذي أسميته في البحث بخطبة الحث على التغيير والإصلاح هي خطبة الإمام الحسين عليه السلام بالحر وأصحابه في منزل البيضة، لأنه التقى الحر في منزل شراف وصلى بهم ثم انتقلوا بعد ذلك إلى منزل البيضة. انظروا إلى المفاهيم التغييرية والإصلاحية في هذه الخطبة للإمام الحسين عليه السلام، ولماذا يريد التغيير، ولماذا يسعى إلى اليوم. إلى اليوم هناك أساتذة في جامعة أم القرى وفي غيرها يخطئون الإمام الحسين عليه السلام. وقدمت برنامج في قناة كربلاء بعنوان قرآنية النهضة الحسينية، أثبتت هذه الأمور بأجمعها ورددت عليهم جميعا. انظروا إلى الفلسفة التغييرية والإصلاحية عند الإمام الحسين. يقول في خطبته في البيضة: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا عهده، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بقول ولا فعل، عفوا، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء، سيشير إلى الأموين، ألا وإن هؤلاء قد لزموا الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق ممن غير. هذه الجملة الخبرية نسميها في البلاغة جملة خبرية، وأنا أحق ممن غير. هنا يبين فلسفته التغييرية والإصلاحية التي يريد أن يقوم بها في نهضته المباركة. نصح كثيرا الإمام الحسين بعدم الخروج، لكنه كان مصرا على الخروج. هل أراد أن يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ لا أبدا، أراد أن يغير ويصلح المنظومة الفاسدة التي أفسدها الأمويون، ولا سيما معاوية ويزيد بن معاوية وهذه الشردمة مع الأسف. هنا يضع ثوابت يبين أسباب نهضته وأسباب تغييره وإصلاحه، ويبدأ بأخذ حديث شريف من جده الأعظم صلى الله عليه وآله لكي يجذب الأسماع، لكي يجذب انتباههم. فيقول: من رأى سلطانا جائرا، وهنا هو يعرض بيزيد بن معاوية وبأتباعه، من رأى سلطانا جائرا، هذه الصفة الأولى، مستحلا لحرام الله، الصفة الثانية، ناكثا عهده، الصفة الثالثة، مخالفا لسنة رسول الله، الرابعة، ويعمل في عباده بالإثم والعدوان، الصفة الخامسة، ولم يغير عليه بفعل ولا قول، ما النتيجة؟ كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ثم يكمل هو سلام الله عليه ويقول: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، لزموا الشيطان. هنا يشير إلى تغيير المنظومة، أن يشير إلى أن الأمويين قد غيروا المنظومة بأجمعها، فحرموا حلال الله وأحلوا حرام الله، يشير إلى تغير القيم. لذلك يشير في عدة نقاط: ألا وإن هؤلاء قد لزموا، هنا قد للتحقيق والتوكيد، لزموا الشيطان أولا، وتركوا طاعة الرحمن ثالثا، أظهروا الفساد، لم يستروا الفساد ولكنهم أظهروه، وعطلوا الحدود وهذا أمر خطير جدا، خامسا، استأثروا بالفيء، سادسا، أحلوا حرام الله وحرموا حلاله، قلب المنظومة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله بأجمعها رأسا على عقب. ويأتيك البعيد ويقول: لو لم يخرج الإمام الحسين ولو بايع لكان أفضل له، ولا حقن دمه ودم أهل بيته. لا، هناك أمور خطيرة لا بد
لذلك هناك كلمة لطيفة يقولها الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله في كتابه، يقول: الإسلام كان بحاجة إلى فدية متوهجة بالدم لكي يصحو الناس ولكي تعود هذه المنظومة المحمدية العلوية إلى سابق عهدها. نص آخر من هذه النصوص المهمة يختمه: أنا أحق ممن غير. في رسالة الحسين إلى زعماء البصرة ماذا يقول سلام الله عليه؟ وأنا أدعوكم إلى سنة الله، إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. شوفوا شلون الوضع خطير. فإن تسمعوا قولي أهدكم سبيل الرشاد. وهنا أثر قرآني من مؤمن آل فرعون. وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد، إن وقد كلاهما يفيدان، إن تفيد التوكيد والقد تفيد التحقيق والتوكيد، والتوكيد يستعمله منتج النص من أجل أن يفهم المتلقي ويوصل رسالته. فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. إذن الوضع مقلوب تماما وخطير جدا، فلا بد أن يغير سلام الله عليه. النص الثالث: خطبته عند نزوله في كربلاء. خطبة مؤثرة ومؤلمة حقيقة، أنا حينما أقرأها يعني لا أتحمل. أسميتها في كتابي سيمياء الدم والموت في النهضة الحسينية الذي أصدرته العتبة الحسينية، أسميتها بخطبة التزهيد بالدنيا. يبدأها: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ثم ينتقل ويقول: وقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون. هنا سيأتي محل الشاهد: وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ثم يقول: ألا ترون. إحنا بالعامية العراقية نقول مدى تشوفون. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. إذن المنظومة مقلوبة. نتيجة: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المرء في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. البرم الضجر يعني في اللغة العربية. لماذا يرى الموت سعادة له؟ لأنه سيحيي الإسلام من جديد، سيرجع المنظومة إلى سابق عهدها، سيرجع الإسلام إلى الإسلام المحمدي الأصيل. لذلك أنا أثبتت في واحد من بحوثي الرؤية الجمالية للإمام الحسين للموت، فإني لا أرى الموت، وهنا يوظف النفي والاستثناء للحصر، فقال: فإني لا أرى الموت إلا سعادة. لماذا يوظف النفي والاستثناء؟ لكي يحصر رؤيته بالموت بأنه سعادة ولا شيء سوى السعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. أيضا في وصيته نص آخر: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما أداة حصر وتوكيد، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد منكم فقط تتأملون لهذه الجملة الخبرية المهمة، احنا نقراها وحافظيها: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إنما تفيد الحصر والتوكيد. خرجت وظف الفعل الماضي وهو لما يخرج. لماذا يوظف الفعل الماضي وهو لم يخرج بعد؟ لأن الوصية أعطاها لأخيه قبل خروجه. لماذا وظف الفعل الماضي؟ هذا أثر قرآني وأثر من اللغة العربية. هنا يريد أن يقول: إن خروجي متحقق 100%، لذلك وظف الفعل الماضي. وإنما خرجت لطلب الإصلاح، ولم يقل للإصلاح. إخواني، أين المصلحون من هذا الكلام؟ قال لطلب الإصلاح وليس للإصلاح.
لطلب يريد أن يوصل رسالة مشفرة عبر أثير الزمن، علينا أن نفهمها جميعا، وهي أن الإصلاح مطلوب. والبعض قاعد ببيته ويريد إصلاح، البعض قاعد بمكانه والبلد خربان والمنظومة. اسعى أنت أطلب الإصلاح، تقول يا ليتنا كنا معكم، ولا تطلب الإصلاح. فلطلب هذه لطلب فيها رسالة لنا جميعا، يجب أن نطلب الإصلاح. وإنما خرجت لطلب الإصلاح، لماذا جاءت مفردة الإصلاح مطلقة ولم تأتي مقيدة؟ لم يقل مثلا الإصلاح الديني أو الإصلاح العقائدي أو الإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح الفكري. أراده إصلاحا شاملا، أراد إصلاح المنظومة بأجمعها، لأن المنظومة بأجمعها معطوبة وخربانة باللهجة العراقية، فلا بد أن يصلحها. لذلك قال جاء الإصلاح شاملا، ثم يقول أريد، فعل مضارع يفيد الاستمرار، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وهذا أصل قرآني، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هنا يفعل الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النص الأخير رده على والي المدينة الوليد بن عتبة حينما طلب منه البيعة، ماذا قال له الإمام الحسين عليه السلام؟ أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم. هذه الزيارة الأولى للإمام الحسين في مفاتيح الجنان وفي غيره من كتب الزيارة من أهم الزيارات ومن أوثق الزيارات سندا ومتنا، فيها هذه الجملة: بكم فتح الله وبكم يختم. وهنا قدم الجار والمجرور، قال بنا فتح الله ولم يقل فتح الله بنا، أكو فرق. لو قال فتح الله بنا لكان بنا وبغيرنا، لكن حينما قدم الجار مجرور، الجار والمجرور على الفعل والفاعل، أراد الحصر، يعني بنا مو بغيرنا. بنا فتح الله وبنا يختم. ثم يبين مواصفات يزيد، وهذا الذي جعله يغير ويصلح ويزيد: رجل شارب الخمور وقاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق، وأطلقها صرخة مدوية في أفق الزمان، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أينا أحق بالخلافة. وهذه رسالة أيضا أخرى مشفرة، أراد أن يقول أنا أحق بالخلافة وأنا أحق بالتغيير والإصلاح. وهكذا أصلح حينما لم تستجب الأمة له، مع الأسف أصلح بدمه وبدم أهل بيته وبدم أصحابه، وكان تغييره وإصلاحه كبيرا جدا، بحيث بدأت الثورات بعده وتغيرت المنظومة ورجعت إلى سابق عهدها في عصر جده الأعظم صلى الله عليه وآله وفي عصر أبيه. فسلام عليك وأنت السلام، وإن كنت مختضبا بالدم، وأنت الدليل إلى الكبرياء بما ديس من صدرك الأكرم، وإنك معتصم الخائفين يا من من الذبح لم يعصمي. لقد قلت للنفس هذا طريقك، لاقي به الموت كي تسلمي، وخفت وقد ظفر الموت ظفرا، فما فيه للروح من مخرمي، وما دار حولك بل أنت درت على الموت في زرد محكمي، من الرفض والكبرياء العظيمة حتى بصرت وحتى عمي، فمسك من دون قصد فمات، وأبقاك نجما من الأنجوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، جزاك شكرا لجناب الدكتور طلال على هذه الحماسة والسياحة في ما جاء وفيما أثر عن الإمام الحسين سيرة وأقوالا، فجزاه الله خير الجزاء. والآن الكلمة للأستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي في عنوان بحثه: تشكل الهوية الحسينية وأثرها في التماسك المجتمعي، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
سيرة ذاتية للأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر حسين الخزرجي من مواليد بغداد في العام 1963. تحصيله العلمي دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وآدابها. تخصصه البلاغة الجديدة وتحليل الخطاب. المهنة أستاذ جامعي. من المناصب التي شغلها عميد كلية الآداب الجامعة المستنصرية. لدى الباحث العديد من المشاركات الدولية والخبرات العلمية والنشاطات الثقافية والبحوث المنشورة والكتب المؤلفة. تقلد العديد من المناصب وترأس الكثير من اللجان المركزية والفرعية، منها رئيس اللجنة المركزية لرسم السياسات وأعداد الخطة الاستراتيجية في كلية الآداب، عضو لجنة تأليف كتاب اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي في الجزئين الأول والثاني للعام 2020، حاصل على عدد من التشكرات والدروع من مكتب السيد رئيس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات أخرى. ناقش وأشرف على عشرات الرسائل والأطاريح. تفضلوا جناب دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأحبة الكرام، مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الواقع بحثي أو الورقة البحثية تواجه مفاهيم سائلة ومتحركة وبحاجة إلى ضبط دلالي، وتطرح مجموعة تساؤلات متنوعة عن تشكل الهوية الحسينية. كيف نفهم الهوية الحسينية؟ كيف تشكلت؟ ما لونها؟ هل هي هوية طائفية؟ أم هي هوية عربية؟ أم هي هوية إسلامية؟ كيف تجسدت الهوية الحسينية؟ هل الهوية الحسينية في الوقت الحاضر هي هوية ضائعة أم حاضرة؟ كيف أثرت الطقوس الحسينية في تأصيل هذه الهوية؟ ما العلاقة بين الفكر الحسيني والهوية الحسينية؟ كيف أثرت الهوية الحسينية في تحقيق التماسك المجتمعي؟ هل نجحت الهوية الحسينية في ذلك، في تحقيق السلم المجتمعي، التعايش المجتمعي؟ طبعاً للإجابة عن كل هذه التساؤلات البحث تحرك واشتغل في هذه المناطق. فرضية البحث، البحث يتحرك في منطقتين معرفيتين. المنطقة الأولى هي منطقة الهوية الحسينية، والمنطقة الثانية هي منطقة التماسك المجتمعي. طبعا البحث درس تأثير المنطقة المعرفية الأولى على المنطقة المعرفية الثانية، وهي التماسك المجتمعي أو التعايش السلمي في التعايش المجتمعي في العراق. الكل يعلم أن مفهوم التعايش السلمي المجتمعي في العراق ما زال مفهوما عائما وغامضا في مقاصده. وهذا يعني عندما نتأمل ونحلل هذا المفهوم نجده يتحرك في دلالاته وعلى وفق التأويل والفهم الشخصي لكل فرد في المجتمع وبحسب الطائفة التي ينتمي إليها. على سبيل المثال، فالشيعي له فهم خاص للتماسك المجتمعي، والسني لهم فهم خاص للتماسك المجتمعي، وكذلك الكردي يفهم التعايش والتماسك المجتمعي بطريقة خاصة، والأقليات الأخرى في المجتمع أيضا لها فهم خاص لمسألة التماسك المجتمعي. هنا أصبح المفهوم عائما متحركا، وبالتالي عندما نؤسس على مفهوم متحرك سوف نخرج بنتائج أيضا متحركة غير ثابتة.
البحث تحدث عن كلمات مفتاحية هي مصطلح التشكل، مصطلح الهوية الحسينية، ومصطلح التماسك المجتمعي. تناول التشكل لغة، التشكل اصطلاحا، أيضا التشكل في القرآن الكريم، لم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم، وبعد ذلك انتقل إلى تأصيل الهوية الحسينية. كيف أصل البحث الهوية الحسينية؟ رجعت إلى المجموعة الإنسانية التي شكلت الهوية الحسينية في زمن الإمام الحسين. ماذا وجدت؟ وجدت أولا المجموعة البشرية الأولى التي اشتركت مع الإمام الحسين هي آل أبي طالب، آل أبي طالب بن عبد المطلب ومواليهم من أنصار الحسين عليه السلام. هاي واحد. ثانيا القبائل المشاركة والموالين لهذه القبائل، قبيلة أسد. ثالثا قبائل همدان ومواليهم. رابعا قبائل مدحج من أنصار الحسين. خامسا الأنصار الأوس والخزرج. سادسا جون مولى أبي ذر الغفاري. هذا التنوع في التشكيل المجتمعي، ماذا خرجت من هذا التنوع، وما هو ما هي الرؤية والاستنتاج بعد هذه المقدمة؟ وجدت أن المجموعة الإنسانية التي خرجت مع الإمام الحسين وعلى وفق هذه المقدمات هي مجموعة إنسانية أولا متلونة الأعراق، الأصول، المرجعيات، فضلا عن التنوع الطبقي الاجتماعي، التنوع الثقافي، حيث وجدنا الإمام المعصوم، المولى، شيخ القبيلة، العالم، قارئ القرآن، راوي الحديث، الغلام التركي، الأطفال، الصبيان، النساء. لاحظوا هذا التنوع. بعد ذلك سوف أعمل مقاربة مع المجتمع العراقي في الوقت الحاضر، وكيف نجحت الهوية الحسينية في التأصيل، وكيف نجحت الهوية الحسينية في الوقت المعاصر. عندما نجح الإمام الحسين في صهر هذه المجموعة، صهر هذه المجموعة البشرية المتنوعة والمختلفة في كل التفاصيل في منطقة واحدة ونسيج واحد، فضلا عن تمكنه من تشكيل هوية فريدة ونادرة، والكل أصبحوا صورة إيمانية واحدة تجسد الهوية الحسينية في ذلك العصر. عندما أعود إلى مفهوم التماسك المجتمعي، التماسك المجتمعي في العراق بالذات تواجه إشكالية رئيسية، مشكلة رئيسية تواجه التماسك المجتمعي في العراق. الإشكالية الرئيسية هي تكمن في الفهم الخاص لكل طائفة من طوائف المجتمع العراقي. فعلى سبيل المثال أن الطائفة الشيعية تفهم التماسك المجتمعي بشكل خاص يتحدد بالقوة الكبيرة التي تجمعها مع بعضها البعض من خلال تحقيق الأغلبية في القاعدة الجماهيرية. أما الطائفة السنية فتفهم التماسك المجتمعي بنحو مختلف ومفهوم يقوم على الحذر والخوف وعدم الثقة بالأطراف الأخرى التي تعيش معها في المجتمع. أما الأكراد فيختلفون في فهم التماسك المجتمعي، وكأنهم يعيشون في معزل عن المكونات الأخرى، وخاصة بالنظر إلى حجم الطموحات التي يسعون لتحقيقها في المجتمع. أما بقية المكونات الأخرى للشعب العراقي أو للمجتمع العراقي، هذه المكونات بقيت متذبذبة في فهمها للتماسك المجتمعي، وهي تشعر بذوبانها وعدم قدرتها للعيش بسلام بين المكونات الرئيسية، وحتى عدم حصولها على أبسط حقوقها. هنا حدثت المشكلة الرئيسية في المجتمع العراقي، وهي بروز هويات فرعية وصعودها إلى المتن، ونزول الهوية الوطنية الشاملة الجامعة إلى الهامش. جاء دور الهوية الحسينية المعاصرة. حتى نفهم الهوية الحسينية المعاصرة يجب أولا أن نؤمن بثقافة الحوار الصريح والواضح، والذي جعلته والذي جعلته أساسا قائما على مجموعة من المعايير
جاءت مطابقة لفكرة تجسيد الهوية من خلال العمل والسلوك. بمعنى عندما نطرح فكرة التعايش السلمي في المجتمع العراقي، وعندما تبنت المرجعية الدينية فكرة التعايش السلمي في هذا المجتمع، وتجسد ذلك من خلال الهوية الحسينية، كيف أكدت المرجعية الدينية على أن الإمام الحسين أولا هو إمام للجميع. ومن خلال هذا الطرح المرجعية الدينية في العصر الحالي قدمت العدالة والمساواة لجميع الطوائف في المجتمع العراقي من خلال هذا الطرح بأن الإمام الحسين هو إمام الجميع، واحد. ثانيا عملت المرجعية الرشيدة على ردم كل الفجوات التي تشعر بها الطوائف الأخرى اتجاه الطائفة الشيعية من خلال واقع عملي مدروس، من خلال سلوك، من خلال الطقوس التي مارستها المرجعية، من خلال الزيارات المليونية التي تحدث في العراق وخصوصا في عاشوراء. خلاصة القول أن المرجعية الرشيدة كانت فاعلا قويا في تحقيق السلم المجتمعي من خلال ترسيخ قيم المحبة، قيم السلام، الثقة بين الطوائف، الدعم للطوائف الأخرى والقوميات الأخرى الموجودة في المجتمع العراقي على أساس العدالة والمساواة بين الحقوق والواجبات. خرج البحث بمجموعة توصيات. أولاً نشر الوعي الإسلامي الصحيح من خلال الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية الرشيدة والابتعاد عن كل ما يثير التفرقة والكراهية والفتن في المجتمع العراقي. ثانياً ضرورة الالتزام بالخطاب المعتدل الذي ينقل رسائل اطمئنان لجميع الطوائف والقوميات في العراق ويكون خطاباً قوياً يشجع على التعاون والحوار واللقاءات بين جميع الأطراف ليتحقق العيش المشترك وبسلام. ثالثاً العمل بإخلاص وأمانة على إبراز وتقديم هوية وطنية إسلامية جامعة شاملة يؤمن بها الجميع من خلال الأفعال وليس الأقوال، وهذا ما أثبتته الهوية الحسينية العابرة للطائفية والعرقية والقومية وكل الحدود الضيقة في المجتمع. رابعاً تشجيع الدور الإعلامي وبكل أنواعه المرئية والمسموعة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي بأن ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا، يجمعنا الوطن والتاريخ والحضارة والمصير المشترك والأرض الطيبة المعطاء والإفادة من تجربة الأربعين وكيف تمكنت من تشكيل هوية حاضرة وفاعلة ومؤثرة. الخامس الاهتمام بالهوية الرئيسة للمجتمع والعمل على ربطها بالمصير وجعل الهوية الحسينية وما صنعته من ربط الفكر الحسيني بالطقوس في أيام عاشوراء وزيارة الأربعين من خلق مجتمع متماسك متراس محب للخير متعاون وقادر على أن يتحرر من قيود الطائفية والعرقية والقومية ويكون مجتمعا إسلاميا أصيلا. تقديري واحترامي ومحبتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بحثه الموسوم بتشكيل الهوية الحسينية وأثرها في التماسك المجتمعي، وأنا شخصيا قبل أن يقوم جناب الدكتور كنت أتمنى يعني أن أتعرف من خلال هذا البحث المبارك على مفهومين، يعني حتى أكون على بين أنا شخصيا، يعني ربما القصور فيه ليس القصور فيما سمعت أكيد، يعني وهو أن نضع تعريفاً للهوية الحسينية وتعريفاً للتماسك المجتمعي لكي نسقط هذا على ذاك وتكون هناك مقاربة بالمصادر وتكون هناك مقاربة في المفاهيم. شكراً جزيلاً جناب الدكتور وجزاك الله خير الجزاء. الله يحفظك ويسلمك. الآن الكلمة للأستاذ الدكتور عماد حسين المرشدي عن بحثه الموسوم إشكالية المعرفة في فهم شخصية الإمام الحسين عليه السلام، فليتفضل مشكورا. السلام
أي فضل. السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور عماد حسين عبيد حسن المرشدي من محافظة بابل، التخصص العام دكتوراه علم النفس التربوي، التخصص الدقيق علم نفس النمو، يعمل تدريسيا في كلية التربية الأساسية جامعة بابل، رئيس قسم التربية الخاصة، نشر الباحث أكثر من 75 بحثا وأشرف على أكثر من 35 رسالة وأطروحة دكتوراه في مجال علم النفس والتربية الخاصة وطرائق التدريس. ألف الباحث عددا من الكتب العلمية والمنهجية، درس في الدراسات الأولية الصباحية والمسائية والدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. له أيضا العديد من النشاطات العلمية الأخرى والإسهامات المجتمعية المختلفة، مثل رئاسة وعضوية الجمعيات العلمية واللجان المركزية والفرعية. تفضلوا جناب الدكتور. الله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أصحاب السماحة والفضيلة، السيدات السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات والمراتب العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندخل مباشرة في البحث بعنوان إشكالية المعرفة في فهم شخصية الإمام الحسين عليه السلام. فكرة البحث أخذت مني وقتا طويلا، تقريبا 3 سنوات، وأنا أفكر في فهم هذه الشخصية. والبحوث السابقة التي سبقتني من خلال اجتماعي لها ذهب خاطري وذاكرتي إلى اللجنة العلمية التي اختارت هذه البحوث بدقة. هذه البحوث أعتقد أنها متسلسلة في الفكرة، البحث الأول والثاني والثالث، وهذا البحث إن شاء الله الذي سوف أعرضه على مسامعكم. فكرة البحث، فكرة البحث طاب الخير، هي أن الإنسان عندما يريد أن يقيم شخصية ما معروفة، شخصية معروفة عامة، يكون هذا التقييم على وفق نظرة تجزئية وليس شمولية. وهذه النظرة وهذا التقييم أكيد راح يكون قاصر ومحدود بسبب هذه النظرة التجزئية المحدودة. يعني التقييم يكون على وفق يعني النظرة للشخصية بذاتها وليس بكل أبعادها. وبالتالي هنا برزت إشكالية المعرفة اللي تحدثوا عنها في البحوث السابقة. لكل بحث مشكلة، المشكلة هنا هي جزء من الإشكالية كما تعرفون. الإشكالية هي بمثابة قضية عامة، وهذه القضية العامة يندرج تحتها مجموعة من التساؤلات الكثيرة، وهذه التساؤلات قد يجيب عنها الباحث وتكون وافية، وقد لا يجيب عن هذه التساؤلات، وبالتالي تصبح قضية جدلية كما نحن وتعرفون. هذا المؤتمر هو لبيان وتصدير المنهج التربوي لأهل البيت عليهم السلام. المعرفة تتفاوت فيما بيننا الحاضرين الآن الحاضرون. أنا متأكد 100% أنه
ليس بدرجة واحدة في فهم هذه الشخصية، مستحيل. المتحدث أنا لحد الآن نقطة في بحر في فهم شخصية الإمام الحسين عليه السلام. إذن التساؤلات، من هو الإمام الحسين عليه السلام؟ هذا التساؤل الأول. هل عرفنا الإمام الحسين عليه السلام؟ هذا التساؤل. هل هو إمام معصوم مفترض الطاعة؟ طبعا هذه درجة من درجات المعرفة. اللي يعرف أنه هو إمام معصوم مفترض الطاعة، وهي درجة من درجات المعرفة. هل هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ هاي أيضا درجة من درجات المعرفة. هل هو مصلح من المصلحين؟ أقرب بعد، أنا صورت صوتي يعني كلش عالي. هل هو مصلح من المصلحين العظام؟ أيضا هاي درجة من درجات المعرفة. هنا تتشكل الإشكالية في المعرفة. الإمام الحسين عليه السلام أبعد من ذلك وأقوى من ذلك. فحتى أسترسل بالبحث أن شخصية الإمام الحسين عليه السلام فوق ذلك وأعظم من كل ذلك، فالمعرفة لها قيمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى. فهي نقطة كلش مهمة، المعرفة عند الله سبحانه وتعالى لها قيمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الشريف يقول: وأفضلكم معرفة، أفضلكم معرفة. تفضيل في المعرفة، هذا التفضيل بالمعرفة إلى قيمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى، ونخصصها عند الإمام الحسين عليه السلام. هل إحنا عرفنا فعلا الإمام الحسين عليه السلام بكل أبعاد شخصيته؟ أنا لا أعتقد ذلك. بمعنى أن معرفة حياة العظماء وتجاربهم عبارة عن إضاءات للأفراد ودروس، هاي النتائج من نفهم شخصية الإمام الحسين ونعرف سماتها وخصائصها وأهدافها ومكانتها هذه الشخصية عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وآله وعند الأئمة المعصومين عليهم السلام. إحنا راح نعرف ولو في بعض جوانب هذه الشخصية. فهذه المعرفة لحياة العظماء وتجاربهم عبارة عن إضاءات للأفراد ودروس لتغيير برمجة حياتهم والارتقاء بذواتهم في الجوانب الدينية والتربوية والاجتماعية. عندما نعرف شخصية الإمام الحسين سوف تتغير حياتنا تغيير جذري في الجانب الروحي، في الجانب النفسي، في الجانب الوجداني، في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي. إذا نعرف فعلا حق المعرفة هذه الشخصية، بالتالي راح ينصلح المجتمع. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. عندما المسؤول يعرف كن شخصية الإمام الحسين عليه السلام، أكيد الإصلاح راح يعم. كما ذكر دكتور طلال، طلب الإصلاح. نعم، فشخصية الإمام الحسين عليه السلام تميزت عن باقي الشخصيات بسمات فريدة خصها الله سبحانه وتعالى بها، وهذه الخاصية أعطتها الحياة، هذه السمات الفريدة والبقاء طيلة القرون الماضية وإلى يومنا هذا. هذه الخاصية الفريدة للإمام الحسين عليه السلام، والبحوث السابقة تحدثت
عن بعض هذه الخصائص، وجعلت من القيم والمبادئ التي ضحى من أجلها الإمام الحسين عليه السلام بكل ما يملك مادة متجددة للحياة الإنسانية، يعني أصبحت مادة متجددة للحياة الإنسانية. فعلا ذكر البحث السابق أعتقد دكتور طلال أنه بدماء الحسين ذكر مقولة: حافظ على الإسلام، وما زال موجود ويختلف عن باقي الأديان السماوية اللي فقط بالاسم، والإسلام موجود بتضحية الإمام الحسين ودماءه. فامتازت بإدراك مخاطر الواقع هذه الشخصية، شخصية الإمام الحسين، بما يحمله من تيار جارف، وأنتم تعرفون لا أريد أن أسف في هذا الكلام، ومنحرف سيله المجون والانحلال الأخلاقي، وذلك من خلال القراءة التحليلية للمستقبل الذي سيكون عليه الدين الإسلامي، وما سيولد من اضطهاد وجمود فكري قائم على نسيان الدين والحقوق التي يكفلها. فبقاء الدين الإسلامي وما نحن عليه من نعمة الإسلام إلى يوم القيامة إنما هو بسبب تضحيات الإمام الحسين عليه السلام. فلولا شهادته وكل ما قدمه من الغالي والنفيس من أجل بقاء الدين الإسلامي لما بقي من الدين المحمدي أثر يذكر. طبعا هذا الملخص. بعد ذلك تناولت ثلاث محاور من هذه الشخصية العظيمة، وأعتقد أنني لم أفي حقها لشيء بسيط جدا. المحور الأول هي السمات والخصائص لهذه الشخصية، وفقط أذكر سمة أو خاصية واحدة وأنتقل إلى المحور الثاني اللي هو الأهداف اللي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثم مكانته وتعظيمه من قبل الله سبحانه وتعالى والأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام. فمن هذه السمات، فقط سمة واحدة أو خاصية واحدة التي خصها الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، حديث اللوح الأخضر، وكلكم تعرفون الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى الرسول الأكرم وأهداه إلى ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام. طبعا المصدر حتى أكون دقيق الكافي الشيخ الكليني. الحديث باختصار: وجعلت حسينا خازن وحي، خازن الوحي، وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمة التامة معه والحجة البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب. أنا جاني يعني إشارة أنه ما بقى الوقت. الأهداف أختصرها: هدف الإمام الحسين عليه السلام كما تعرفون ليس الدنيا، أختصرها بكلام أو حديث إن شاء الله ينطبق على الإمام الحسين عليه السلام: ولا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. الإمام الحسين عليه السلام كان هدف الأساس هو الله سبحانه وتعالى. هاي من الأهداف يعني الأساسية للإمام
الحسين عليه السلام والأهداف الفرعية كلها معروفة عندكم. نعم. الجانب الثالث اللي هو مكانة ومنزلة شخصية الإمام الحسين عليه السلام. طبعا أنا راح هاي المكانة يعني أنا متناولها تقريبا بسبع نقاط، راح ما أتناولها يعني لأنه الوقت أعتقد خلص دكتور، وأنا آسف جدا، فقط أرجع للخاتمة اللي هي تقريبا النتائج. إن كل صلاة مسلم على وجه الكرة الأرضية، كل صلاة مسلم هو مدين للإمام الحسين عليه السلام، لهذه الشخصية العظيمة التي أنقذت الدين الإسلامي بدمائها الزكية، والمقولة المعروفة الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء، التي تبين أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي امتداد للرسالة المحمدية، فلولا الإمام الحسين عليه السلام ولم تكن واقعة الطف لكان الإسلام اسمه موجود وحقيقته مفقودة، ولا أصبح كبقية الأديان السماوية الموجودة الآن ليس له من الحق إلا الاسم. فأنا أكتفي بهذا القدر فقط الاستنتاج الأخير، أن إشكالية المعرفة في فهم شخصية الإمام الحسين عليه السلام وجوهرها الحقيقي ما تزال قائمة، ولا نعرفها نحن البشر العاديين حتى ظهور القائم الحجة عجل الله فرجه الشريف، فما نعرفه عن هذه الشخصية العظيمة لا يتعدى الشيء اليسير جدا، فلا يعلم مكانتها وجوهرها الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور عماد المرشدي الذي أخذ وقته ودقيقة، جزاه الله خيرا جزاء. والآن الكلمة للأستاذ أو الأستاذ المساعد، عفوا، حياك الله مرحبا، المدرس المساعد جناب الأستاذ حامد معن عامر، عن بحثه الموسوم بالمسكوكة القرآنية مقاربة تداولية مدمجة في الخطاب الحسيني محطة الصفاح نموذجا، فليتفضل. عليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا. السيرة العلمية للباحث المدرس المساعد حامد معن عامر، حاصل على الماجستير في آداب اللغة العربية جامعة بغداد، تخصصه الدقيق النحو والصرف، عمل محاضرا للنحو والصرف في كلية الآداب جامعة بغداد وللأدب الإعلامي في قسم الإعلام أنذاك، وللعروض في كلية العلوم الإسلامية، وللعربية العامة في كلية الإدارة كلية الإدارة والاقتصاد، وكلية الطب وطب الأسنان للعربية العامة أيضا، وفي معاهد المعلمين والمعلمات للنحو وعلم اللغة وآداب الأطفال، وفي جامعة الإمام الصادق عليه السلام للمواد النحو والصرف للمراحل كافة والعروض، والكتاب القديم للمرحلة الثانية، وعلم اللغة للمرحلة الثالثة، والنقد الأدبي والتطبيقي للمرحلة الرابعة. عمل مديرا لمعهد إعداد المعلمين منذ تأسيسه إلى غلقه في العام 2017. انتدب للمحاضرات في مديرية الإعداد والتدريب والتطوير التربوي لقرابة 35 دورة تطويرية للموظفين والمعلمين والمدرسين والمشرفين، وكذلك في المديريات العامة في وزارة التربية. تفضلوا أستاذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلاته وسلامه على النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد الطاهر الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إنه من عظيم شرفي
أن أقف أمام هذه القامات العلمية في هذه المدينة العظيمة، في مدينة جبل العلم وشمس الدنيا والملهم العظيم أبي الأحرار، وإني لأقف بينكم أتضاءل حتى أكاد أتلاشى أمامكم، ولكن فرحتي بكم إن شاء الله تسعفني في أن أقول ما أقول. أولاً الشكر الجزيل للعتبة العباسية المقدسة وكل العاملين بها، والشكر الجزيل لهذا الصرح العملاق جامعة العميد. ولعل ابتعادي عنكم في مجال التربية جعلني أعيش ومنأى عن البحث، ولكن إن شاء الله ملازمتي لأخوتي وزملائي بعض الأساتذة، ومنهم ممن شرفني بالدعوة وشرفني بحضوره أيضا، فلكم ولهم جزيل الشكر. البحث ليس بالتاريخي شيء من العلمية في الدراسات اللسانية الحديثة، لأننا نرى في أن للعراقي مدرسة قائمة على أصولها قد لا يذكرها البعض، لكن الحقائق العلمية تثبت هذا إن شاء الله تعالى. ولكن قدحة من شمس أبي عبد الله الحسين أخذناها لتكون منبثقا لهذا البحث، فابتغاء اختصار الوقت فضلا عن سوء حالة الصحية أشكرك جدا، سأقرأ موجزا إن شاء الله تعالى ولا أطيل عليكم. العنوان هو المسكوكة القرآنية المركبة. كلمة مسكوكة استعملت في علم اللغة أو في علم الدراسات الحديثة، وبعض الدراسات يعني في كلية التربية ابن رشد أطروحة المسكوكات النبوية، فنقص ما معنى المسكوكة. قسم من الباحثين المحدثين سماها التكلس اللغوي، وقسم سماها المتحجرات اللغوية، يعني عبارة تأخذ قالبا، فكأنها مثل، يعني نخاطب بها المفردة والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر بنفس اللفظ، فكأنه مثل. مثلا أو سأقرأ، دعوني أقرأ لأختصر. يروي الطبري في تاريخه محادثة جرت بين النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل قريش حين فتح مكة، وهي طبعا الحادثة المشهورة: ما تظنون إني فاعل بكم؟ قالوا: ما نظن إلا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه الآية الكريمة لو نرجع إلى القرآن الكريم هي في سورة يوسف، وسياقها أن النبي يكلم إخوته، لكن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم استعملها في هذا الموضع، هذا التعبير تقريبا اللي يسمى المسكوكة، وهو مدرسة عراقية استعمله الدكتور مشتاق عباس والدكتورة ناظمة كريم والدكتورة يسرى وكثير من الباحثين، والآن سجلت في ذي قار رسالة بهذا العنوان. أيضا يشترطون للمسكوكة ثلاثة شروط: الشيوع ووضوح الدلالة يعني البيان، والزمن حتى يتحقق الشرطان الأول والثاني، لكن في القرآن الكريم لا يشترطون الزمن.
لأن القرآن أولا هو مدوج الإسلام وبين أيدينا، وحتى غير المسلمين مطلعون عليه ويعرفونه من هذا. وبمراجعة التراث اللغوي ولا سيما المعجمي منه، أنا للاختصار تنعكس بعض المقولات النظرية المعجمية، سنلحظ أن الاستكشاف ممارسة تخاطبية قام بها المحدثون إلى الآتي، أنا أريد أوصل إلى اشترطوا أو وضعوا أو أوجدوا أو رسموا مبدئين، مبدأ جاهزية التداول، ويتحقق ذلك بمرور زمن كاف، وقلنا هذا القرآن الكريم لا يدخل في ضمن هذه العبارة. والمبدأ الثاني هو الدين، أنا أريد أصل إلى القصة المشهورة اللي تخص أبي الأحرار وكيف استعمله وشلون كانت النتيجة. روي عن الفرزدق، فرزدق الشاعر همام بن غالب، أنه قال: حججت بأمي في سنة 60، فبينما أنا أسوق بعيرها حتى دخلت الحرم إذ لقيت الحسين عليه السلام خارجا من مكة معه أسيافه وأتراسه، فقلت: لمن هذا القطار؟ فقيل: للحسين بن علي عليهما السلام. فأتيته وسلمت عليه وقلت له: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحب، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما أعجلك عن الحج؟ قال: لو لم أعجل لأخذت. ثم قال لي: من أنت؟ فقلت: امرؤ من العرب. هنا الفرزدق يقول: فلا والله ما فتشني عن أكثر من ذلك. طبعا هاي إشارة إلى علم أهل البيت سلام الله وصلاته. قال: ما سألني أنا، لا، قلت له الفرزدق، فقط قلت له امرؤ من العرب. سألني السؤال أو كلمني الحديث الثاني، يعني راح يوضح به أنه قال: أخبرني عن الناس خلفك. فقلت: الخبير سألت، قلوب الناس معك وأسيافهم عليك، والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. فقال: صدقت. استهنا القول للإمام أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه، فقال: صدق، لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه آية قرآنية، وكل يوم هو في شأن، هذه آية من سورة أخرى، إن نزل القضاء بما نحب ونرضى فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون ذلك أو دون الرجاء عفوا، وإن حال الرواية نصا، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. فقلت له، هنا الفرزدق يجيب: أجل، بلغك الله ما تحب وكفاك ما تحذر. وسألته عن أشياء من نذور ومناسك فأخبرني بها وحرك راحلته وقال: السلام عليك. لهنا انتهت الرواية. هنا الخطاب الإمام سلام الله عليه، أولا الجزء الأول من الآية هو من سورة الروم الآية الأربعة، والجزء الثاني هو من سورة الرحمن الآية 29. هنا أقصد بالمركبة، يعني من جانبين تركب تكون مشكوكة واحد. فالإمام أولا هو يعرف أنه هذا الفرزدق بدليل كلامه، ويعرف أنه ذو يعني مكانه في اللغة، ويعرف أنه شاعر والشاعر إعلامي. فهنا من استعمل هذه المسكوكة الإمام سلام الله عليه، أولا يريد أن يوضح له أن أهل البيت، أن أهل البيت يعني ثقافتهم القرآنية لا تجارى، لأنهم هم القرآن وهم ترجمة القرآن في كل صغيرة وكبيرة من حياته. ولو رجعنا إلى خطبة الزهراء سلام الله عليها وخطبة زينب سلام الله عليها نفس الشيء، لكن نحن نبقى في أبي عبد الله الحسين اختصارا. فمن استعمل الفرزدق مسكوكة واحدة، الإمام استعمل مسكوكتين
مسكوكة مركبة من مسكوكتين. أولا لا يستعطفه للنصر العسكري، وإنما هو منهج يرسمه سلام الله عليه لغيره ممن يريد أن يقوم بثورة أو بتعبئة أو بتغيير، يستعمل الجانب الإعلامي، يعني جانب مهم، والفصاحة، لأن العرب أهل فصاحة والشعراء يؤثرون بهم. فأولا أراد جذبه كونه شاعرا، وأراد إفحامه أن أهل البيت أقوى من سواهم باللغة، واثنين يرسم الطريق لنا من هذا الباب. الكلام كثير لكن كأني أوصلت ما أريد أن أقوله من النتائج التي وصلت إليها. تعيد بحث فرضية أن النص القرآني حيوي متجدد ذو طبيعة قابلة لمواكبة الحياة وتطورها. اثنين أن يعني البحث يكشف عن منظومة دلالية بدراسة حديثة أسس لها مثقفون وباحثون في العراق حصرا، إثبات أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر البيان والبلاغة والإمكانية في استحقاق هذه العصمة. لا أريد أن أزيد أكثر من هذا. سلام على أبي الأحرار، وسلام على معنى الوفاء أبي الفضل العباس، وسلام على من استشهد بين أيديهم، وسلام على من استشهد في طريقهم، طريق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستنيحكم العذر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لجناب الأستاذ حامد الذي رغم وعثاء السفر وعلاء المرض لأنه قدم ما تيسر له من بحثه بطريقة لذيذة، جزاه الله خير جزاء المحسنين. والآن يعني نحن في نهاية هذه الجلسة، إذا كان ثمت سؤال أو تساؤل أو مداخلة أو إضافة فإن الحوار به تتكامل الصورة، وبه نستطيع أن نقف على مجموعة من الإثارات التي نستضيء بها فضلا عما يقدمه الباحثون من رؤى، وربما تتجدد عند الباحث مع كل إثارة ومع كل تساؤل رغبة بإتمام ما يشوب بحثه من هنة أو نقص لا سامح الله. فإذا كان هناك تساؤل الآن جناب الشيخ، وين الصوت جناب الشيخ لديه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مصطفى مصري العاملي. باختصار شديد أود أن أذكر بعض الفقرات مما تحدث عنه الإخوة الأعزاء. في البداية ما قاله الأستاذ الدكتور طلال أشد على يده لاستعماله مصطلح النهضة بدل كلمة الثورة فيما يتعلق بوصفه لحركة الإمام الحسين عليه السلام، لما يشوب مصطلح الثورة من شوائب كثيرة لا ينطبق عليها حراك الإمام الحسين عليه السلام. هذا من جهة. ومن جهة ثانية ما ذكره من أن لم يحفظ الإسلام إلا بالحسين، نستطيع أن نقول أن المسألة أكثر من ذلك. نهضة الإمام الحسين عليه السلام أبقت المشروع الإلهي حيا على وجه هذه الأرض،
الذي ابتدأ منذ آدم وانتهاء بما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصولا إلى حديث الكساء الذي نؤمن به. أما ما ذكره الأستاذ دكتور عبد الباقي فقد ذكر عنوانان لموضوعه، موضوع التماسك المجتمعي وموضوع الهوية الحسينية. ذكر نماذج لمصاديق الهوية الحسينية من أنها تضم وتحوي مجموعة متعددة من النماذج والمصاديق. القول في الموضوع المقارنة بين الهوية الحسينية التي يظهر أنها تنطلق من مفهوم عقائدي جمع كل هذه النماذج، وموضوع التماسك المجتمعي الذي تحدث عنه حول المجتمع العراقي لها بعد آخر. فالتماسك المجتمعي خلفيته مسألة وطنية بكل مجتمع له خصوصياته كيف يتم التعاطي. لا نستطيع أن نسقط الهوية الحسينية أو نربطها بموضوع الهوية الحسينية، لأن الهوية الحسينية أشمل من دائرة أي مجتمع نعيشه سواء في العراق أو في غير العراق. هذا حول ما ذكره الأستاذ دكتور عبد الباقي. أما ما ذكره الأستاذ دكتور عماد فطرح تساؤلا، ماذا نفهم من حركة الإمام الحسين أو من الحسين عليه السلام؟ نستطيع أن نقول أننا نفهم منها بمقدار استفادتنا، واستعمل العبارة التي ذكرها الدكتور حامد، قدحة من أشعة الشمس. هذه الصورة التي يمكن أن نستفيد منها، والاستفادة منها نتيجة عجزنا وقصورنا عن الإحاطة. الشمس تسطع على الأرض قاطبة، وكل منها يستطيع أن يستفيد منها بمقدار ما يصل إليه حاجته. وشكرا، والسلام عليكم. أحسنت، شكرا جزيلا جناب الشيخ على هذه الإضافات لكل البحوث التي أفاضت بها هذه الجلسة، وهي تكشف عن مستمع جيد ومحاور ناهض إن شاء الله، فجزاك الله خير الجزاء. وأعتقد أن هذه ما تفضلت به هو إضافة أكثر من كونه تساؤل، جزاك الله خير الجزاء. وإذا كان ثمت سؤال آخر فضل جناب الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للباحثين الأفاضل، إنصافا هذه البحوث بحوث قيمة التي طرحت في هذه الجلسة المباركة، جزا الله الجميع خيرا. لكن طبيعة البحث العلمي تقتضي ذكر بعض الملحوظات البسيطة التي يرجى أن تثري هذه الأبحاث أكثر. فيما يرتبط ببحث البرنامج الإصلاحي والتغييري للإمام الحسين سلام الله عليه، لم يتضح لي هل البحث حول الأهداف، أهداف النهضة، أو حول البرنامج التغييري، أو حول الإنجازات التغييرية، ولم يقدم جدولة لأي من هذه الأبعاد. فإن كانت هناك يعني إن كان محط النظر هو البرنامج التغييري والإصلاحي فنحتاج إلى جدولة، إن كان المراد الأهداف نحتاج إلى جدولة لهذه الأهداف، لم نسمع هذا في البحث لعله موجود. الملحوظة الأخرى بالنسبة إلى من هو المستهدف في البرنامج التغييري للنهضة الحسينية، هل المستهدف الأمة أو الجهاز السلطوي؟ هذه نقطة لم تحدد. أيضا مساحة هذا التغيير والإصلاح وحدود هذا الإصلاح، آليات هذا الإصلاح، لم يشر إلى هذه الحيثيات. أنا طبعا لا أريد أن ألاحظ على الجميع لأنه هذا خلاف العدالة حتى يفسح المجال للمداخلين الآخرين، فقط أذكر شيء. أنا في الحقيقة لدي حساسية وتساؤلات حول طلسمة نهضة الإمام الحسين. هذا طرح فيه خطر وفيه مخاطر كثيرة، أرجو طرحه بموضوعية أكثر بعيدا عن حالة الانفعال العاطفي، وشكرا. أحسنت،
الأفكار التي تفضلتم بها، وهناك يعني ننتظر ثمة مداخلة من جناب السيد سماحة المتولي شرع العتبة العباسية المقدسة عما جاء في هذه البحوث. يبدو أن هناك يعني مستمع من خارج القاعة، فنحن بانتظار سماحة المتولي الشرعي. نعم جناب الشيخ، جناب الشيخ حارث الداحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحسنتم. بعض المداخلة يعني قصيرة جدا مع الدكتور المرشدي، إن سمح بذلك. بل كان البحث أو ما قرأه من البحث يعني بصورة الدراسات التاريخية والسير، بالضبط بالسير. بل هناك مصطلح تكرر كثيرا هو قضية المعرفة، أنه مقدار ما يعرفه، وكذلك مثلا قال عن نفسي أنه ما نعرفه قليل بالنسبة لقضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ممكن بعد إذنك جناب الشيخ بس نستمع لجناب السيد إذا تأذن نقاب. خذر. السلام عليكم جناب السيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سماحة السيد، أنت الآن على مسمع من الأخوة الحاضرين. أولا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأنا أعتذر جدا لحس على الحضور لكن واحدة صفية إن شاء الله شارك العدد. بلي أنا استمعت إلى البحوث يعني عبر الهواء، وجزا الله الأخوة الأعزاء كلهم ملاحظة مع الدكتور عماد، أعتقد كان موضوعه هو إشكالية المعرفة. بل فهم المعرفة. بل إشكالية المعرفة بل. أو في فهم قضية الحسين عليه السلام. أنا أحب أن ألفت النظر إلى قضيتين. بل مسألة المعرفة إنسان المراد منها مبادئ تعرفون، هذه مسألة شائكة ومعقدة، واختلفت فيها المدارس الفكرية على عموم التاريخ في نظرية المعرفة. كيف نؤسس، كيف نؤطر المعرفة مجتمعاتنا الخاصة اللي ما تنطبق على جزئية محددة، وإنما عموما من زمن أرسطو أفلاطون إلى يومنا ندخل بالنظريات الإسلامية و ما يتعقده فلاسفة الإسلام إلى يومنا هذا. صدر من المركز الإسلامي تابع للعتبة العباسية قبل أكثر من شهرين نظرية المعرفة في 4 أجزاء، استوعبت تقريبا نظريات المعرفة في حدود الفكر الإنساني خلال مرحلة تاريخية مهمة جدا. إذا كان الغرض من البحث هذا فالبحث لن يشبع يعني هذا الموضوع بشكل كافي، وإذا كان لا المقصود هو معرفة سيد معرفة الإمام الحسين عليه السلام، فهذا أعتقد أن الأبطار عليهم السلام وضعوا منهجا مهما لمعرفة الإمام الحسين من خلال إنشاء الزيارات. تلاحظون الإمام الباقر عليه السلام لعله أول من أنشأ زيارة عاشوراء مسلط الضوء على شهر شخصية الإمام الحسين، ثم بدأ الإمام الصادق عليه السلام من بعد جسم أكثر من إنشاء، وإلى أن وصل الجزء للزمان الغربي يجي تقريبا أنشأ زيارة جامعة لبيان مراتب العلماء ضد العلم الإنسان عموما. المقصود إذا كان معرفة شخصية الإمام الحسين كان من الممكن من الناحية أن يقتصد المسافة ويذهب إلى بعض الزيارات وينتزع من الزيارات البطاقة الشخصية للإمام الحسين عليه السلام والبطاقة المعنوية والفكرية للإمام من خلال إنشاء الإمام. الإمام عليه السلام لا يفهم بالفهم الدقيق إلا إمام مثله، والأئمة لم يقصروا في ذلك في بيان شخصية الإمام الحسين عليه السلام
بالسمن، تعرفون ان الامام الحسين حدث بالسمن نتيجه ضمن خلقه النقص العلمي وهو مصدر التشريع. تركيز الامام عليه السلام عليه في قضيه الدخان وقضيه الحزن معناه سلام الله عليه من علم جل على حال يعني امر الامام الامام حسن او ادم، لكن معنى ذلك ان هذه الخصوصيه ركز على ضمن معالي الحسن، فتبقى شخصيه الامام الحسين تدور هذا المدار من خلال قشر الكم الكبير من ادب الزياره في شخصيه الامام الحسين هذا المسلم. فقط احببت ان اشهد ان كنت مع جيل احترامي لكم الباحثين على عدم لكم. قطع الاتصال. اعتقد يعني ربما انا الاقرب منكم جميعا الى الصوت انه السماحه يشير الى قضيه التاسيس لفهم الامام الحسين، هذا الاشكاليه التي اثارها جناب دكتور عماد المرشدي في بحثه الموسوم اشكاليه المعرفه في فهم الامام الحسين، على انه نظريه المعرفه غطتها العتبة العباسية المقدسة بواحد من إصدارات المركز الإسلامي بكتاب من 4 أجزاء يتصدى للحديث عن نظرية المعرفة. والقضية الثانية، إذا كان هناك ثمة فهم للإمام الحسين علينا أن ننطلق به من فهم أهل البيت أنفسهم للإمام الحسين، وبذلك تتأسس لدينا مرجعية فكرية وموضوعية يمكن الانطلاق منها والشروع منها في فهم الإمام الحسين. هذا أعتقد خلاصة ما أستطيع أن أتمثله من كلام سماحة المتولي الشرعي دام عزه، الذي إذا كان فاته الحضور بيننا فلم يفته الاستماع لهذه البحوث، وهي تعكس أهمية وتعكس حرص من العتبة العباسية المقدسة على متابعة حيثيات هذا المؤتمر ومتابعة حيثيات ما يدور فيه من بحوث، فجزاه الله عني وعن الباحثين وعن الحضور الكريم خير جزاء المحسنين. وأكرر اعتذاري لجناب الشيخ حارث الداحي الذي قاطعته، وللضرورة أحكام والعذر عند كرام الناس مقبول. والآن فضلوا جناب الدكتور. في الحقيقة يعني أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. أنا كنت أريد أن أسأل بنفس الطريقة نفس السؤال الذي أو المداخلة التي تداخل بها سماحة سيد الأستاذ حفظه الله، ولا أقول إلا شيء واحد، هذا ما تعلمناه من أساتذتنا بحيث أنه أصبح لدينا نمط من التفكير، ما يطرأ في ذهن الأستاذ يتوارد إلى أذهاننا، وهذا من جهد الأستاذ، وإن كنت أنا من أقل طلبته، لكن بالضبط ما كنت أريد أن أتداخل به حول بحث الدكتور المرشدي حفظه الله بينه سماحة السيد الأستاذ حفظه الله بكل وضوح، فما عاد لي شيء يعني. أجاب السيد الأستاذ على ما أريد، إذا تداخل الدكتور المرشدي بشيء فله فضل عظيم. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. إذا أحد بعد لديه إضافة أو إثارة تمام. الباحثين إذا كانت عندهم عما جار أو ما دار عفوا في أذهان المداخلين بل وين الصوت؟ الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ مصطفى العاملي، عدم أسقاط الهوية الحسينية على المجتمع العراقي فهي أشمل وأوسع، أتفق معك، لكن كان عندي قصدية في هذا الإسقاط. المجتمع العراقي بكل وضوح وبكل واقعية يعيش صراع هويات، يعيش صراع هويات على المستوى على النسق المخفي، هذا الواقع.
عندما تعاملت مع الهوية الحسينية، الهوية الحسينية بوصفها هوية فاعلة ومتحركة وتمتلك سلطة قوية على استبدال هذا الصراع بمنطقة السلام وتفاهم ومحبة، فلذلك وظفت هذه الهوية توظيفا بما يخدم حل هذه المشكلة في المجتمع العراقي. تحياتي وتقديري واحترامي لك سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لسماحة الشيخ مصطفى العاملي على ما تفضل. وبالنسبة لأسئلة سماحة الشيخ الآخر ما ذكر اسمه، شيخ خالد. شيخ خالد ألف أهلا. في البحث أنا بينت أسباب نهضة الإمام الحسين عليه السلام وأهدافها التي يريد تحقيقها، ثم ذكرت المرتكزات التي استند إليها ولم أذكرها في الإلقاء. هناك مرتكزات استند إليها الإمام الحسين عليه السلام في نهضته، أما النتائج فلم أذكرها، يعني ما آل إليه الوضع، لأنه البحث كان مخصصا حول الأهداف والبرنامج التغييري الذي اختطه الإمام الحسين عليه السلام، واستندت إلى النصوص المؤسسة لهذا البرنامج التغييري والإصلاحي، وقلت إن اختيار النصوص كان بحسب أهميتها. هل المستهدف الأمة أو الجهاز الحكومي؟ لا، الجهاز الحكومي لا يفهم كلام الإمام الحسين ولا يأخذ بكلام الإمام الحسين، وإنما المستهدف هو الأمة والناس. والخطبة، خطبة البيضة، كانت موجهة للحر وأصحابه، أراد أن يغيرهم، وفعلا نجح في تغيير الحر. يعني من نتائج خطبة البيضة هو تغيير موقف الحر الرياحي في اليوم العاشر من المحرم، فهذا نجاح للإمام الحسين عليه السلام في هذا المورد. لا أعرف سماحة الشيخ ماذا يقصد بطلسمة النهضة، ما الذي تقصده؟ طلسمة الطرح. لا قال طلسمة النهضة. تقصد الأستاذ المرشدي. أبعاد شخصية الإمام الحسين، أقول هذا منحى يسير باتجاه طلسمة شخصية الإمام الحسين. تصورته وهذا... نعم. شكرا لكم. شكرا. دكتور عماد إذا عندك. شكرا جزيلا لسماحة المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي، الله يحفظه ويرعاه، ونشكر اهتمامه ومتابعته عن كثب لوقائع المؤتمر. بالنسبة للسؤال، أيضا هو سأل سؤال إن شاء الله نجاوب عليه، أنه أنا كنت أقصد أنه هي شخصية الإمام الحسين عليه السلام، كنت أقصد عامة الناس في معرفة شخصية الإمام الحسين. في المجال العلمي هناك فروق فردية في هذا الفهم، individual في عملية فهم أي سلوك معين أو أي شيء معين في البيئة اللي موجودة من ضمن هالشخصيات. كنت أقصد الشخصيات العامة اللي موجودة بالمجتمع وشرائح المجتمع أيضا تختلف في فهمها لشخصية الإمام الحسين. أما المعلومات والمصادر ونظرية المعرفة موجودة، اللي يطلع واللي يبحث فعلا يفهم هاي الشخصية بشكل صحيح، وبالتالي يكون منهجه في الحياة بشكل صحيح. هذا اللي أقصده. أما بالنسبة لسماحة الشيخ، يعني الشيخ خالد الله يحفظه، طلسمة النهضة الحسينية، أنا حقيقة لم أتطرق لطلسمة النهضة الحسينية أبدا، ولم أشر إليها في البحث. البحث أكثر من 15 ورقة وبتفاصيل كاملة، يعني لم يكن هناك إشارة واضحة لما يقصده سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء. شكرا لل أخوة الباحثين. مساء، مو تحت النظر، أعطيهم الصوت.
الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مجمل البحوث الراقية التي ترتقي بأنها تصل إلى نهضة الإمام الحسين روحي وأرواح العالمين له الفداء، وفي مكان وتحت خيمة تابعة لسيد الإيثار أبا الفضل العباس سلام الله عليه، كل الشكر والتقدير لكم، ولكن يعز على قلوبنا أنه نذكر هذا الشيء إلى الأساتذة الأفاضل بل آباء في المجالات العلمية المتخصصة اللي أعدوا هذه البحوث، وإلى اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر القيم في أسبوع الإمامة. لابد كان أن نذكر شيء يخص الإمام الحسن عليه السلام، يعني بالتأكيد هو المؤتمر يخص الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن آل البيت عليهم أفضل وأتم السلام أحدهم يكمل الآخر. يعني لو أشار بالمرات القادمة إن شاء الله إلى فكر الإمام الحسن عليه السلام، اللي هو فكر الإمام عليه سلام الله عليه، اللي هو فكر السيدة الزهراء. لو أنك جئتي صباحا لرأيت ذلك. لا كنت موجودة، كانت هناك جلسة خاصة المؤتمر متخصص، وضروري هذا الفصل القسري بين قضية الإمام الحسن يستدعي الإمام الحسن سلام الله عليه. كانت الجلسة صباحية مخصصة لشخصية الإمام الحسن، وهذه الجلسة خاصة بالإمام الحسين. دكتور كنا موجودين، ولكن شفنا أنه أكو يعني شون إجحاف في حق الإمام الحسن سلام الله عليه. لو قلت ذلك صباحا. نعم، حضرنا على مود أن نذكر هذا الأمر، أنه حضرنا أكثر يمكن من نقاش بحثي، ولكن وجدت بأنه مع جل احترامي وتقدير يمكن لضيق الوقت الأساتذة الباحثين مدى يأخذون الوقت الكافي حتى يتحدثون عن سيرة الإمام المظلوم إعلاميا ومظلوم في رسالته، ولو ما الإمام الحسن عليه السلام ما كان اكتملت ملامح فكر الإمام الحسين عليه السلام، وما كانت اكتملت فكر آل محمد عليهم أفضل وأتم السلام. شكرا جزيلا. أحسنتم. شكرا جزيلا. والآن وضعت الجلسة أوزارها، ولابد من يعني الثناء الكبير والشكر الجزيل للأخوة الباحثين الذين تحملوا وعثاء السفر وقلق البحث وقلق المشاركة والإلقاء وتلقي ما تلقوه من إشارات ومن إضاءات، فجزاهم الله خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا آخر عهد منا بهذه الجلسات العلمية المباركة الطيبة، وأن نوفق إن شاء الله باللقاء بكوكبة جديدة من العلماء والباحثين والأساتذة الأفاضل في مؤتمرات أسبوع الإمامة القابلة، وعلى أن تكون لنا رؤية وبصمة واضحة في خدمة مسيرة أهل البيت عليهم السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لأعضاء الجلسة البحثية برئيسها أستاذي الدكتور عادل نذير، وبمقررها دكتور حسنين المحترم، وبركة جهود الباحثين الأفاضل الذين أثروا إن شاء الله وأغنوا المكتبة الإسلامية بهذه البحوث القيمة والثقافية، فبوركتم وبورك ما تبنت مواهبكم، وبوركت الجهود بكم، والصفوة الواعين تاهت بأجمل واحة قفراء أبيد. أنت والحق في العلو سواء، ليس إلا كرمزه الوضاء، وإلى الحق أنت أعلى مثال بارز فيه روعة ورواء. تتغنى الحياة باسمك في الدنيا، وتشدو كأنها الورقاء، وتمر الأجيال تلثم مثواك وتمضي كأنها النزلاء. لم تزدك العصور إلا اعتلاء يا حساما،
له الزمان جلاء. والآن وصلنا إلى المحطة الأخيرة، وهي محطة الشهادات التقديرية، والتي نرجو أن يتفضل السيد عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة السيد محمد الإشيقر، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. عليكم السلام. الشهادة التقديرية الأولى لفضيلة السيد الأستاذ الدكتور نذير يحيى الحسيني، فلنستقبله مشكورا. الحسن عفوا، أهلا وسهلا ومرحبا. عن بحثه الموسوم بالآثار التربوية للمظلومية على الفرد والمجتمع. شكرا جزيلا. الأستاذ الدكتور طلال خليفة سلمان، عن بحثه الموسوم فلسفة التغيير والإصلاح في فكر الإمام الحسين عليه السلام. شكرا جزيلا جناب السيد، شكرا جزيلا لكم، ممتن. والآن فليتفضل الأستاذ الدكتور عباس الددع، عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة، مشفوعا بذكر محمد وآل محمد. ونستقبل الأستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي، عن بحثه الموسوم بتشكل الهوية الحسينية وأثرها في التماسك المجتمعي. الأستاذ الدكتور عماد حسين المرشدي، عن بحثه الموسوم بإشكالية المعرفة في فهم شخصية الإمام الحسين عليه السلام. شكرا جزيلا جناب الدكتور، شكرا جزيلا. والآن يتفضل إلى المنصة السيد الدكتور أفضل الشامي، مدير مكتب سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، مشفوعا بذكر محمد وآل محمد. الآن الدكتور حامد معن عامر، ببحثه الموسوم المسكوكة القرآنية المركبة، مقاربة تداولية مدمجة في الخطاب الحسيني. يتفضل الأستاذ الدكتور عادل نذير فيري، عن إدارته للجلسة البحثية. شكرا جزيلا للجناب الدكتور أفضل الشامي المحترم، شكرا جزيلا، دامت توفيقاتكم. وفي ختام الجلسة البحثية وفي ختام مؤتمرنا هذا، سيد الشهداء، نقدم ما كتبناه إليك يا أبا الشهداء، يا صاحب الخلود المؤبد، أيها الحق الحقيق المتربع على عرش التأريخ، الوتر بلا شبيه ولا مثيل، إليك أيها المنقذ من غلس الليل، يا من طرز الحياة بألوان صراحته وسمو ذاتياته، وأعطى البشرية دروس العارضة في سبيل الحق، إليك يا جوهر الرسالة النبوية ولبها، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا بقبولك، إن الله يحب المتصدقين. والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته، ونشكر لكم حسن إصغائكم واستماعكم.